بداية هذا الإشكال تطرح منذ حكومة عبد الإله بن كيران، وهي الاقتطاع من أجور المضربين على اعتبار أن بن كيران كان برها الأجر مقابل العمل. والحال أن العلاقة بين الأساس بين الموظف أو عموما والدولة وهي علاقة نظامية، ومن ثم تطرح الإشكال بعدم تنزيل القانون التنظيمي المحدد لشروط الإضراب. والحال أن هذا الاقتطاح اللي جرت عليه الحكومة منذ سنوات هو تطرح الإشكال القانوني، على اعتبار أن هناك طرح يقول بأن الاقتطاع بحال اللي تذهبوا فيه الأساتذة المضربين بأنه هو إجراء غير قانوني، على اعتبار أن الحق حق الإضراب هو حق مكفول دستوريا، غير أن هناك طرح آخر يقول بأن هذا الإضراب بأن من حق الحكومة بأن الإضراب إذا كان مكفول حق مكفول دستوريا فإنه لا يحول بأن يتم اقتطاع من الأجر، على اعتبار أن الإضراب هو نوع من التمرد المشروع على العمل، وبالتالي من حق الحكومة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.